السلام عليكم حبيبتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قناة عالم ليلى الجزائرية. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا في العنوان، بغينا نهضروا على منظمات للبيت، وخصوصا اليوم على لاكوافيس ولا على التسريحة تاعنا، كيفاش نخملوها، كيفاش نقوها، كيفاش زعما هكا اشياء هكا للتنظيم. وجايه شابه بزاف بزاف، وهذا البديه راني نبداكم بالصوالح التعليم موجودين في البيت. الى راكم جداد في القناه ما تنساوش تخلوا لي جيم وتخلوا لي تعليق وتشتركوا وتفعلوا الجرس. مرحبا بكم معنا في الفيديو هذا. كما راكم تشوفوا في الاولى كانوا كاينين منظمات للملابس الداخليه، ديجا عندي انا منهم هذوك تاع الكتان، وهذه اللي هنا لك هي منظمه للصاك باش ما يوليش معلق في الباب ولا حاطاته غير هكا، ولا تشري له هذه وتعلقيها في السانتر ولا في الشكل كيما هكا راك يا تعلقيها في في الاغموار تاعك ولا في الخزنه تاعك ايا ويجي هكا. هذه اللي هنا تتبلع ومليحه للناس كي يخرجوا بيعلقوا سيكان تاعهم وكاع في الطابله، للناس اللي يقرا في الجامعه ولا في ليكول، ولا باش ما تحطيش ساكك في الارض ولا في بلاصه فوق الطابله ولا يتعلق هكا. وهذه بات دسي فيها كسوت الشتاء ولا كسوت الصيف ولا حاجه مليحه. وهذه اللي عجبتني انا بزاف بزاف، صافي بات تفرزي الكسوه تاعك من تروحي تغسليها، ديري لا كولور نوار وحدها، البيض وحده، والملابس الملونه وحدها، حاجه شابه عجبتني هذه. حتى نشريها ان شاء الله ونقول لكم زعما مين شريتها، نحوس عليها ونقول لكم ان شاء الله مين شريتها. والحاجه اللي مخصوصه عندنا بزاف حنايا في بلادنا، ولا راكم عارفين بلي حنا عندنا بزاف الغبره، عندنا بزاف، ومن هذه الغبره تجي من الدخول كيما هكا بالصبابي تاعنا حاشاكم، من الدخول للبيت نغبروا كل شيء. هذوك المنظمات هذوك بها تحطيهم عند الباب ويحطوا لك في ملكيه الصبابي تاعهم، وتديري لهم بلغة اللي يدخلوا بها نورمال للدار، يقعد لك شويه نقاوة، يعني ماشي مشروط كل يوم كل يوم كل يوم تسيقي ولا تفلتي الماء ولا. هذوك المنظمات تاع الغجمو تاع الاحذيه حاشاكم املاح. ولا هنا هذا غير باديريها هكا في الفوتاي تاعك ولا في السرير تاعك، بتحطي فيه تابلات ولا بورطابل ولا شارجرات ولا وهادو اللي هنا لك هي منظمات الخواتم، اللي عندها خواتم بزاف ولا اللي تحب دير الاكسسوارات ولا، هذا حاجه مليحه. ولا كيما هكا السوايع اللي يبغوا فان يديروا السوايع، على الاقل ما توليش ساعه من وساعه من، ولا خاتم هاك وخاتمه كيما انا عندي المشكل تاع مناكش، وين ما نروح نحط منقوش وننساه، وين ما نروح نحط منقوش وما نصيبوش، على بالي بلي كاينين بزاف كيما انا ايا. وهادو حاجات ملاع زعما للنظارات للخواتم للمناقش بزاف شابين. كيما هذا هكا صاريلو كيما كوفر وحاجه بروبر راكم تشوفوا فيها، وجميله زعما حاجه جميله تحطيها فوق الطابله تاعك انيقه، ريو ديري فيها كل شيء. هذا الكوفر هذا راه عندي انايا منه وخرج لي مليح صراحه، يتسمر وكاع خرج لي مليح، كان شاريه لي راجلي زعما كادو عندي انا في لاكولور هذاك الباج، هذا هو محلول عندي كيما هكا وخرج مليح. وهادو لهنا لك هي عندي انا اللي شريتها من المشيئين، واه مشيئين بصح صراحه جات تاع بلاستيك ولا قرن هكا زعما عنسان قطعت لي ولا جابوها لي هكا مقطوعه، بصح هادو كيما هكا عجبوني منظمات للمناقش تاعك شابين، ولا للسناس كيما هكا للناس زعما اللي يديروا الصوالح. هذا كيما انا ندير غير سلسله واحده في عنقي، ماشي نبدلها كل يوم خاتم ثاني. وهذه اللي هنا لك هي اللي كورمات ولا اللي براسلي ولا حاجه كيما هكا سوايع ولا فاني تنجمي تحطيها هكا قدامك. وهادو على بالي بلي بزاف ناس يبغوا هادو الانواع، هادو منظمات تاع المكياج وحاجه زعما شابه اللي تحطيها ديري فيها كل شيء كيما راكم تشوفوا، ديري فيها كل شيء بالقجوره زعما تحطي لي برودوي تاعك. وهذه لهنا الدور 360 ديغري، الدور كيما هكا وفين هي ترفد راكم تشوفوا راهي رافده وشابه بزاف، جايه زعما كيما كريستال هكا جايه شفافه وجايه شابه بزاف، ولا الشكل كيما هكا اللي ما عندهاش زعما حنا نقولوا مكياج بزاف ولا حاجه غير خفيفه هكا، ولا النوع كيما هكا فاني خفيف ما ترفد مي قليله للمكياج. هذه دايرين زوج الوان على ما اظن. وهادو المنظمات كيما هكا بديري فيهم سواء لي روج لاف تاعك ولا ديري فيهم ماسكارا، ديري فيهم كيما راكم تشوفوا مشار محاطين. انا هذه عجبتني، هذه عجبتني بزاف هكا وين تحطي المكياج تاع وين تحطي لي روج لاف تاعك عجبتني بزاف. شوف كي راه منظمينها، انا هذه هي اللي عجبتني كاع فيهم، ولا هذه صافا مي الاخرى شابه بزاف. حتى نتوما قولوا لي شتاي زعما حاجه اللي عجبتكم وكاع على
هذه زعما حاجه شابه هكا باه ديروا كما حنا نقولوا تدوا افكار هكا باه الا كي باغي ديري تسريحه ولا حاجه كيما هكا تدوا افكار كيفاش تخملوهم. انا التسريحه ما عنديش هذا وراني نصنع فيها وحتى نوريها لكم كي درت لها وكاع ان شاء الله يا ربي مع الماكياج تاعي اللي عندي بزاف اضحك معكم معليش ماشي بشرط يكون عندنا الماكياج. ايوا وهذه اللي هنا لك باه ديري فيها كاع الفيرنيات تاعك وجاي على شكل قلب ولا هكا. انا هذه خممت فيها كي خممت فيها ديريكت في الاخرين تاع لي زيبيس جاتني حاجه شابه زعما لي زيبيس هما دايرين فيها كيما هكا لي فيرني تاعهم. هذه تيجي ديري فيها لي باليت وهذه فاني تنجمي ديري فيها كيما راكم تشوفوا هكا الشكل. انا شتو هذيك تاع لي كوت تاع لي كوتون تاع لي ديسك تاع لي تقلعي بهم ماكياج صنعتها غير بالقوطي تاع كي يقولوا القوطي تاع الشيبس هذيك هكا لاكيا كبير وحلتها كيما هكا وقعه وصنعتها زعما بنترتها وقعه وصنعتها ونجبد منها لي ديسك تاعي. هذه فاني عجبتني هكا تحطيها في كل بيرو ولا في اي بلاصه فوق الطابله تاع الصاله دي فوا نكونوا محتاجين هكا لي بابي مشوار. لو هذه فاني كيما هكا ديريها في الدار تحطي فيها. انا صراحه زعما داسات وهذا مانيش دايره له حاجه وين نحطه ولا دائما داساتو كي نستحقو نجبدو. وهذا بدي فيها كيما راهم دايرين هكا راكيا واه حاجه شابه. انا عجبوني هادو كيما هكا تاع جايين كريستال ولا جايين شفافين على الاخرين. هذه فاني اللي ديسك حاجه شابه. هذه للفرشات جاي هكا الشكل تاعها. نتمنى يعجبكم الفيديو هذا. هذه مرايا ومنها تتبلع وتجمع عندك وتحطوا فيها حتى هكا صوالحكم زعما شاد ديروا هذا ان شاء الله راكم خارجين توجدوهم كيما هكا وشوفوا كي تنجموا حتى تدسوها زعما ما توليش عندكم بزاف البلاص وكاع تنجموا حتى تدسوها. وهذه المرايا على بالي بزاف منكم راهم شايفينها اللي تشعل الضو واللي تكبر لك زعما دير لك الزوم وكاع كيما تبغي انتيا. هادي فاني على بالي كاني بزاف اللي يعرفوها اللي تنقي الفرشات تاع المكياج. هادي بتحطي فيها البيوتي بلندر هكا بتحطيها فيها. كاينين اشكال منهم هادو وسطهم جاي هذيك النجمه جايين قلب كاينين بزاف اشكال. هادي بالك مليحه هادي تاع العلبه كيما كانت الفرشات بالك مليحه للفواياج وحده هكا هي بالحق مليحه في مام في الدار تحمي لك الفراشي تاعك من هذوك نقول لك فراشي الفرشة تاعك تحميهم لك من لي ميكروب وكاع. وهادي هكا باترونجي لك كاع الفرشة تاعك. هادي فاني عجبتني للناس اللي شعرها طويل وما تيقولش يديروا. انا دائما الصفيره تاعي كي نديرها من على جهه هكا ما نطيقش نديرها للرول. انا هذا عجبني صراحه بصح الا يجي ساهل في الخدمه ولا لا العلم لله. عفوا سمحوا لي. وهذه فاني هكا بديري اشكال زعما للشعر تاعك. وهذه على بالي بزاف منا يحتاجوها بان نقو بها الفرشه بالمشطه بان نقو بها المشطه تاعنا من الشعر اللي يبقى في الماء وكاع. وهذو للناس اللي يقولوا هكا كي الشعر من وجوههم اللي يديروا بداك الخيط وشتو شويه الخيط ما على باليش كي يجي هكا بتصنعي وكاع ما على باليش كي ديري بيه صنعوا حتى مساك هكا كي دي بتقلعي بيه في عنسه ولا هذا كيما هكا تدركي ويقلع. هذا انا تبلي هادو صوالح يشوه والعلم لله اللي سياهم يقول لنا. وهادو اللي ما يعرفوش يديروا ايلينر اللي ما يعرفش يديروا فاغا بوبيير هادو اللي ما يعرفوش الصوالح جايتهم سهله عندك يديري لك كاع الشكل كي تخدمي عينك. تاع الايلينر عجبني بحق جامي زعما عرفت نديرو انايا ما يعجبني غير كيما هادو فاني هنا ولا هادو اللصقات لصقيهم وتخدمي. هادي نورمالمون باين لصقو بها كي يقولون الشفار. هادي عجبتني درت حتى شويه درتكم حتى شويه تاع العرس هكا. هادي عجبتني للشعر هكا اللي ما ديريش ديك ورده ولا الشعر نورمال ولا الوساده. هادي راهم كاينين منها في الجزائر تحطي فيها الخاتم للفتحه ولا نهار الخاتم ولا ديروها كيما هكا الشكل تاعها ولا للسواغي ولا. وهذه فاني بتكبري زعما البوكي تاع الورد اللي تبان يدك شابه ما ديريش فيها لي زاكسيسوار وحده اخرين ديري فيها غير هذه يجو شابين ولا ورده غير كيما هكا. وهادو هذه السله كيما هكا راهم كاينين انواع شابين في الجزائر. انا جبتكم غير مثال. هذه السله كيما هكا تنجمو ديروا فيها زعما نهار العرس العروسه دير فيها لي بونبونيير ولا دير فيها ورد
نتمنى يعجبكم الفيديو، ونقول لكم شكرا بزاف بزاف اللي وصلتوا لنا. الى اللقاء، الى الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم.